نحن اليوم ايه انا الولد وانا الابو. انزين عادت الشيبه الابو والولد فندوك انت. ايوه انت اللي مضيع الحين مفتاح مال البيت. انا ما ضيعت انت اللي ضيعته. انا ما ضيعته انت ضيعته. ما ضيعته بدري يعني بحي. بوديك البيت. شوفوا له هذه دوك انت. تعالوي السلام عليك ابوي، كيف حالك؟ كيف حالك؟ هلا ابوي. هلا ابوي. هلا ابوي. السلام عليكم. هلا ابوي. السلام عليكم. ابوي ايش حالك؟ اسمعني ابوي. الله يبارك فيك. طالع عاد ولادي ما يطال الاداره. ما طال انا ما طال. المفتاح هذا المفتاح مضيعين احنا المفتاح. ها؟ زين؟ نباك بس ابوي ترقى فوق شوي وتبطل الباب. بس جزاك الله خير. ان شاء الله. اكبر. ها ابوي ها هذا ابوي بلا هذا قال لي قال بطلت الباب لكن هذا قال لي انا قلت بطل الباب انت قلت لي حقنا انت قلت لي ما اعرفك انا ابوي كبر لحيتك شو تفرط علينا شو انا قلت لك ابي هذاك البيت الله يهداك ما هذا انت تدخل بيوت الوادم بدنا نحل لنا كبوي ركب خلنا اوصلك كب خلنا اوصلك ابوي ابوي اقول لك صبرت في بيتكم اظني 10,000 هناك في الحوش شليت انا اظني والبقره اللي داخل من شلاها انا شالها انت شالها اي نعم عيال الورد شرابيط الزمن قال يا حبيب انا بيبيع انا حيد ان في البيت 10,000 وشلت بعد 10,000 فين 10,000 ما شفت لا لا شفت تعال ضرب ريخ خرب القحفي مالي ما ايش تسوي ذي الولدي انت ايش تسوي ذي خلي احترم نفسه اول شيء هو بيحترم نفسه اللي احترم الا 10,000 10,000 قال لي من الموجودات وقفني خماس وقفنا خماس لا 10,000 ولا بمليون من الحوش الحمد لله الخير زاد لنا الحمد لله منو قال لك قد الشيء هذا وهذا هو ولده الرجال يقول ما قال لك شقت عفن الرجال ما قال لك شو ما قال هدى ولدي زين هدى انت بعدك انا هو بس يا الله مالك يا الله يا ما شاء الله وي وي كسرت وي وي ما عليه ما لا لا انا بتفاهم وياك انت انا ما لي خص وينك يا تعال وين فهمت بتفاهم وياك انت انا دشيت البيت ما بقول لك لا لكن هذا قال لي احنا قال لي ما اروح نلعب بعد شويه حقت هذا قلت الواد تعال انت يا ابي ما لي اي قرار خلصت ابوي انت معصب الحيله جمع معصب جمع معصب ابوي اذا يعصب يعصب ترى بس ما محرج لا 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 مو لي ما كلم محرج شيء مستوي انت ما خبرت عيال اقول لك انت عفت البيت ولا ما عفت؟ عفت ما بقول لا ما بقول لا انت طبيت ولا ما طبيت؟ ما بقول لا انت طبيت بمقرب راجل كابتن انا تقريبا يعني ما بين الفن شويه لك عليه يعني بديت مثل ما اقول اني اميل للرياضه شويه زين وعاد شو اللي حاصل الحين ان انا ان شاء الله في برنامج يعني عندنا كروي بيكون في شهر رمضان اللي هي دوره رمضانيه وتعرف يعني الشباب انهم مذهبين كذا فريق حلو فريق جميل يعني فقلت يعني من هو احنا بغينا حارس يبغينا فريق مثل كذا فقلت ما في الا اخوي عبيد حاضرين الله يبارك فيك يعني لحظه شو بتلعب
لا انا ما العب. لا لازم تلعب. لا ما العب انا. وين انا؟ انا ما العب. عموما انا بتصل الريال وبحاول اني اقول له انه الو. يا اهلا، كيف الحال اخوي؟ الله يبارك فيك، الله يسلمك. انا لقيتك تقريبا حارس. ايوه حارس. ايوه ايوه بخليه يشارك ويانا. ها انا بس اسوي الحين يوم الاحد. لا يعني ما عليه التمرين عندك انت يوم الاحد، لكن الدوره الرمضانيه قلت لي. هي الدوره الرمضانيه بس بيبدون التمرين الشباب يوم الاحد. ها وجبرته يجيب حارس. تمرين ذهب اقول لك ما يباله تمرين. زين الحين انت شو بغيت مثلا؟ انا مو مشكله بقى عشان خاطرك يعني، وانت صديقي يا ناجي وعرفك من زمان، بس بمشي لك اياه، بحط احتياط. يعني راس حربه ولا احتياط. زين انا كابتن ما علي، بحاول اقنعه يعني وان شاء الله خير. ان شاء الله خير. لا اقنعه على بعد انا عشان خاطرك يعني، عشان بس وقت خاطرك يا نادي. والله تراني عندي لعيبه وعندي حراس وعندي كل شيء. اوكي استاذ، اوكي معليش. شوف لي مو مشكله. سلم لي عليك. شوف لي اياه. ما علي، يسلم عليك. يا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مو مشكله، نحب نحطك حراس حربه، بنحطك مثلا دفاع زين. باك يمين ولا شغله دفاع زين. خلاص ارتكاز زين. اوكي كابتن. اوكي استاذ. شكرا. وقال لي ابغي حارس. انا قلت كابتن عبيد غني عن التعريف يعني، ولكن دفاع. راس حربة. يخرب عليهم. راس فضايح بدخل. راس حربة. راس حربة احتياط زين. راس حربة احتياط. زين أنا أقول لك شيء. شوف. شو رأيك إنك تدور حارس سلة؟ هاي فكرة. لا حارس بولينج أحسن. حارس بولينج. يبغي حارس بولينج. تعال. حبيبي بقول لك شيء. أصلا أنت كنت عندنا ضيف في برنامج اسمه من دوك أنت. سيارة خلينا سيارة. شو سيارة؟ طلع هناك. أروح ألعب كرة يعني؟ روح.